جولاتي هذا اليوم وتنطلق فيها الابكار الاذاعه المحليه الاصايل. اسير مباشره الى ضيفتنا العزيزه القادمه من ميدان الشيحانيه اللي هي الشاهينيه لسعاده الشيخ عبد الله او عبد الله بن علي بن عبد الله بن قاسم الثاني سالم بن سلم بن قنزول العامري في عمليه التضمير والتدريب. نقلتنا مباشره مع الشاهينيه لسمو الشيخ الهيام بن حمدان بن محمد ال الهيان حمد بن حمد بن بياد الرميثي في عملية التضمير أو التدريب، بينما هنا الاسم القادم والمنطلق في هذه اللحظات هنا تأتي بشعار هجن الرئاسة اللي هي أيضا مياسة من هجن الرئاسة الشاب البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير أو التدريب، أيضا ينطلق من خلال تواجد هذا الاسم. بينما هنا القادمة اللي هي العفريت من هجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيل يضمرها، بينما المركز الرابع الشاهينية وصلت في هذه اللحظات من هجن الرئاسة ليتواجد راشد بن محمد بن سم المنصوري يقدم الماركة الشاهينية والانطلاق الرائع والجميل. إذن هنا المركز الرابع، نقلتنا مباشرة مع المركز الخامس لأجد هناك شاهينية لسمو الشيخ الهيام بن حمدان بن محمد الهيان حمد بن حمد بن بيات الرميثي، ولكن دخول من هملولة من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي يقدم هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والعملاقة. هملولة أيضا من الزاوية الصعبة تدخلت في هذه اللحظات لأيضا تأخذ بساط المركز السادس لهجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. المسقادمة من هجن الرئاسة هنا أحمد بن مايد الخيلي وصل في هذه اللحظات ليقدم المسك في هذا الشوط، بينما هناك هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان يمعى بن عتيق الرميثي يقدم هذه الانطلاقة، وهنا واصل أيضا هملولة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، الصدارة والمركز الأول مع الشاهينية على الصدارة على المركز الأول على الانطلاق الأول. هنا الشاهينية لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن قاسم الهاني سالم بن مسلم بن قنزول العامري يقدم هذه الانطلاقة، ينطلق مع الشاهينية على صدارة هذا الشوط، ولكن هنا القادمة هنا المنطلقة مياسة وصلت مياسة من هجن الرئاسة. هناك عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يضمرها، ولكن تدخلات الشاهينية انطلاقة الشاهينية من خلال تواجد هذا الشعار الذي حصد ثلاث نقاط في الجولة الأولى يبحث عن النقطة الرابعة. هنا مع راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم انطلاقه ولا اروع من خلال تواجد هذه الاسماء، ولكن هنا العفريت وصلت العفريت يا ذكر الله يا العفريت هنا من هجن الرئاسه مبارك بن احمد بن مايد الخيلي تدخلت هنا بشعار هجن الرئاسه وبتواجد المميز، ولكن دشت هملوله انطلقت هملوله على المركز الخامس من هجن الرئاسه بتواجد علي بن يميل الوهيبي، دخول من المسك دخول من المسك الاسم التراثي الكبير لهجن الرئاسة. وصل أحمد بن مايد الخيلي هملولة من الجانب الآخر، بدأنا بالاستدارة النهائية والمنعطف الأخير مع الألف والخمسمائة متر، ولكن الشاهينية على الصدارة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن قاسم الثاني سالم بن مسلم بن قنزول العامري. بن قنزول يقود الشاهينية على الصدارة، ولكن الرئاسة قادمة، الرئاسة قادمة بشعاراتها الرائعة والجميلة. هنا الرئاسة تأتي مع شاهينية بقيادة راشد بن محمد السم المنصوري لتأخذ بساط المركز الأول. هنا بوذياب التاريخ يتكلم في العام المنصرم، هناك في الحدث الأبرز من نوعه في يومها كان هناك في الشوط الرئيسي لسن اللقاية كان مثير مع الإثارة بسبع دقائق ثمان ثواني وثمان ثواني وخمس أجزاء من الثاني، لعله يكون الحدث الأبرز من نوعه في عالم سباقات الهجن بقيادة هذا المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أحد الخبراء الكبار الذي دائما يشار له بالبنان ويحمل إشارة الامتياز.
بالفعل من خلال النتائج ومن خلال حصد الذهب مع هذا الشعار، فهنيئا لك يا ابو ذياب من خلال تواجد هذه ايضا النوعيات. العفريت تدخلت، العفريت تدخلت في هذه اللحظات لهجن الرئاسة، العفريت وصلت. هناك مبارك بن احمد بن مايد الخيلي يتابعها ويسايرها في عملية التضمير والتدريب، ولكن خوفي من المسك، خوفي من المسك اللي تحركت في هذه اللحظات هنا وتدخلت لهجن الرئاسة. احمد بن مايد الخيلي هناك هملولة ايضا وصلت لهجن الرئاسة، علي بن ميل الوهيبي يضمرها، ولكن رباعية ولا اروع مع الرئاسة. العفريت هملولة، المسك، الله المسك وهملولة والعفريت والشاهينية، ما شاء الله تبارك الله. هذه هي المسك لهجن الرئاسة، احمد بن مايد الخيلي هي عملية التضمير والتدريب مع الصدارة. هملولة القادمة، العفريت المنطلقة، ثلاثية ولا اروع هنا مع هذا الشعار الحمر الخطر بالفعل. اذا تهانينا من الاعماق نزفها الى هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد هذه الاسماء القوية والعملاقة. ولكن المسك، 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 المسك على المركز الاول هجن الرئاسة، العفريت على المركز الثاني هجن الرئاسة، هملول على المركز الثالث هجن الرئاسة، رابعا هنا وصلت شاينية من هجن الرئاسة، والمركز الخامس وصلت مياسة من هجن الرئاسة. تهانينا والناموس، فهنيئا للرئاسة على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد هذه الأسماء القوية والعملاقة. تهانينا هنا لأيضا أحمد بن مايد الخيلي من قاد المسك إلى أيضا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة مشاهدينا متابعين الكرام بالتوقيت الزمني، منافسة قوية، سرعة رائعة، منافسة ولا أروع. شعار تميز بهذه الانتصارات الكبيرة كما عودنا أيضا بالذهب بالفعل. هنا لحظات الإعادة وأيضا التوقيت الزمني هنا من الخمسة كيلومترات، المسك تأتي بثمان دقائق ثانية واحدة وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس وشكرا يا أبو مبارك على هذا الأداء الرائع والنجومية الكبيرة. بينما المركز الثاني ثمان دقائق ثانية واحدة وجزءا واحدة من ثاني، العفريت من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن وايد الخيلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ثالثا وصلت هملولة من هجن الرئاسة، تهانينا لهجن الرئاسة، والثاني العلي بن ميل الوهيبي. ثمان دقائق ثانيتين ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل